لي محطتنا الطبية لليوم رح نخصصها لمرض السكري، حيث يصيب هذا المرض الإنسان عند وجود مشاكل في إنتاج هرمون الأنسولين ليرتفع مستوى السكر في الدم. وللمزيد حول هذا الموضوع وأنماطه وأسبابه معنا الدكتورة ريتا أسعد، اختصاصية في الغدد الصم والسكري. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يا هلا. يسعد صباحك دكتورة. بالبداية خلينا نعرف مشاهدينا عن مرض السكري، وهو المرض الشائع مثل ما بنعرف. تفضل. مرض السكري هو مرض استقلابي بتتظاهر أعراضه بارتفاع أرقام السكر. سببه آليات متعددة، نحن عنا رح نحكي شوي هلأ بأنماط السكر، بس نفصل شوي بالأنماط مصير نتعرف على الآليات. في عنا النمط الأول، وهو النمط الأول اللي المعتمد حصرا على الأنسولين. طبعا. اللي هو غالبا النمط الشبابي، هو عادة بيصيب الأعمار الصغيرة، هلأ عم نشوفه كمان بنسبة كبيرة عند الأطفال. هلأ هون عندي الأعراض بتبلش فجأة، بيجيني الطفل أو الشاب مثلا بعمر 18 عمر 20 سنة بجايبته أمه مثلا، الطفل بأعراض أنه عم يبول كتير، عم يعطش كتير، عم يفوت كتير على التواليت، عم يضل مايل للنوم. ممكن تترقى الأعراض أنه يجيني مثلا بحالة إقياءات. هلأ هاي الحالة نحن بيكون عندي بهالمرحلة البنكرياس، في عندي جزء من خلايا البنكرياس، خلايا بيتا، هي بتفرز عندي الأنسولين اللي هو الأساسي اللي بدخل عندي السكر لداخل الخلية، يعني هي وقود خلايا الجسم كلها. بالنمط الأول بيصير عندي فقد مفاجئ للأنسولين من خلايا البنكرياس، فأنا هالأنسولين ما عاد موجود، بيصير عندي آليات تعويض، بيتحلل الجليكوجين من الكبد، بيصير عندي هاي الأجسام اللي تحللت تنتشر بالجسم، فبيتظاهر عندي بهالحالة الوهن عام والتعب خصوصا عند الأطفال. هي حالة مهددة للحياة، نحن بنضطر لنفوت للمشفى، عوز أنسولين شديد، بحلل أنا بهالحالة السكر. تمام. بيطلع عندي أرقام عالية 300-400. هي حالات نحن بتستدعي قبول المشفى، قبول عناية مشددة، تسريب أنسولين وريدي وإيماها. حاليا في حالة من الوعي عامة، أنا كتير عم شوفها، عم تجيني الأهالي جايبين الأطفال على العيادة بأعراض، يعني أنا جاييني من يومين أنا هالطفل حاسسته مو طبيعي. هي لما نحن بننتبه بهالمرحلة الاستباقية أنا بكون أنقذت حياة الطفل أو الشاب، لأنه أكيد. مجرد ما أنا انتبهت نحل ثلاث أرباع المشكلة. أنا بدخل الشيء الناقصني اللي هو الأنسولين، العلاج بهالحالات حصرا أنسولين، ببلش اضبط ارقام السكر لنوصل لجرعه مناسبه صباحيه مسائيه او ثلاث جرعات، بكون انا انقذت حياه الطفل او الشاب. العلاج بالانسولين هو علاج مدى الحياه. تمام. معروف مرض السكري من الامراض المزمنه التي تستمر طيله الحياه. خلينا نحكي دكتوره عن الاعراض، يعني مثلا الطفل او الكبير بالعمر مثل الاعراض انه مثلا فقدان الشهيه والعطش. لا هو عاده بالنمط الثاني بيصير بالعكس، بيجوع كثير. لا الاعراض بالنمط الاول احنا عم نفصل، النمط الاول انه بيجي بوهن عام، تعب بوال، سهاف، عم بول كثير، عم بعطش كثير. النمط الثاني هو النمط عاده اللي بيكون عندي الاليه الخلل، هو نقص افراز خفيف او لا يكون موجود بعمل بالبنكرياس. طبعا. بافراز الانسولين، الاليه المسيطره هي خلل بعمل الانسولين، الانسولين بده يجي يقعد يفوت للخليه، المستقبل ما بيخليه يفوت، يعني مقاومه. طبعا. على عمل الانسولين. هون الاعراض مخاتله، ممكن يجيني المريض باعراض انه انا ما بعرف شو بني، انا تعبان، انا عم زوغ عيوني، انا عم دوخ شوي، انا عم يخدروا ايدي، انا ما بعرف شو بني، رحت حللت بالمخبر طلع سكري 250 300. قد تكون اعراض مخاتله، وقد تكون انه انا دخلت بفورا انا ما عم نام بالليل من كثر ما عم بول، ما عم بعطش، انا بنجرح ما عم يلتئم الجرح عندي، انا عم جوع كثير، انا عم اشتهي الحلو كثير، انا عم بنحف. يعني اعراض متباينه. دكتوره رح نكفي حديثنا معك، ولكن رح ننتقل للتقرير يلي بخص موضوعنا. نعم. واكيد بنرجع لك. داء السكري هو متلازمه تتصف بارتفاع انشاد في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون الانسولين او انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين أو كلا الأمرين، إضعافات خطيرة أو حتى الموت المبكر. إلا أن مريض السكري يمكنه أن يتخذ خطوات معينة للسيطرة على المرض وخفض خطر حدوث المضاعفات. يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم الجلوكوز، وهو أساسي للصحة لأنه مصدر مهم لطاقة الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، بل أيضاً مصدر الطاقة الرئيسي للمخ. تختلف أعراض مرض السكري اعتماداً على مقدار ارتفاع سكر الدم. بعض الأشخاص خاصة مصابين بمقدمات داء السكري أو داء السكري من النوع الثاني قد لا يعانون من الأعراض في البداية، أما في داء السكري من النوع الأول تميل الأعراض إلى الظهور بسرعة وتكون أكثر حدة. خلوكن معنا لنتعرف أكثر عن هالموضوع.
دكتورة، مثل ما تابعنا التقرير التالي، خلينا نرجع لموضوعنا. أعراض مرض السكري، عندنا مثلا مرض السكري داء الأول وعندنا السكري داء الثاني. خلينا نحكي عن الفرق بيناتهم. الأعراض هي بتختلف، الأعراض بالداء الأول هي بتيجي فقدان الشهية، الجوع الشديد، أما بالداء الثاني بصير صعوبة بالتئام الجروح وكثير من الأشياء الثانية خلينا نحكي عليها، وكمان في بصير عندنا زغللة العيون وكثير من القصص، خلينا نشرحهم بشكل أكبر. هلا نحن قلنا النمط الأول نمط مباغت، يعني خلال أسابيع بيتطور عندي، ممكن الحاجة للأنسولين الشديدة تترافق مع نقص شديد بالوزن، المريض حالته العامة بتسوء، بتقل شهيته للأكل، ممكن نتطور لأقياءات. أما بالمرض الثاني، النمط الثاني اللي هو الأكثر شيوعا عادة بالأعمار المتقدمة 40 سنة فما فوق، الأعراض مخاتلة، ممكن تكون موجودة عند المريض سنوات وما له عرفان. في عندنا شيء بس هيك شيء اسمه ما قبل داء سكري، هو عادة يعرف بأنه أرقام السكر عادة بين 100 ل 125. نحن حتى نشخص داء سكري لازم يكون عندي أنا عدة معايير. أولا أنه أنا يكون سكر دم صيامي 8 ساعات 126 فما فوق، أو يكون عندي رقمين 126 أكثر أو يساوي 126، أو رقم 200 عشوائي بقلب النهار أنا مع أعراض عم بول عم بعطش عم فوت على التواليت، أو أنه أنا يكون عندي شيء مرافق هو يكون مرتفع خضاب الجلوكوزي بالدم اللي هو عبارة عن مشعل تراكمي لسكر دم تراجعي 3 شهور لورا. عادة نحن بنبلش نحكي بداء سكري إذا كان هذا الرقم 6.5 فما فوق. بالنسبة لما قبل داء سكري قلنا هو بتكون هون بهالحالة أنا عم بتهيأ لفوت بنسبة 70% من الحالات لداء سكري، بتكون عندي ما في عندي أعراض، بيكون أنا بشكل عشوائي عم حلل لمريضي بيطلع عندي سكري مثلا 115. هو تعريفه أنه تكون الأرقام بين 100 ل 125. بهالحالة أنا بعمل خضاب الجلوكوزي لأتوجه بهالحالات، نحن بيكون الخضاب الجلوكوزي 5.7 فما فوق بس تحت 6.5. هذا مريضي مهيأ أنا ب 70% من الحالات أنه يفوت بداء سكري. بتطلع أنا لعوامل الخطورة، عندي وراثة، عندي بدانة، أعمار بهالعمار 40 سنة أنا مرشح بشدة. بهالحالات نحن بنغير نظام الحياة، نتبع نظام حمية، نظام رياضة، ممكن ندخله مواد تخفف من المقاومة على الأنسولين بترجع لي سكري لتحت 100 بحمي من تطور داء سكري. فإذا نحن هلأ أعراضنا مخاتلة، ممكن بعدين هذا المريض اللي ما قبل داء سكري هو ما يكون عرفان حاله، بخلال السنوات التالية يدخل بداء سكري، أنا طالما سكري تحت 180 أنا أعراضي ضايعة، أنا ما ببلش ينطرح عندي سكر بالبول، أنا ما ببلش بول كتير ليصير سكري 180 فما فوق، فأنا عندي هذا الرينج من 126 ل 180 المريض ضايع، بيعيش حياته طبيعي، بحس إنه هو بعد الوجبات عم يتقل راسه، عم يدوخ، عم يتضايع، عم يزغلل عيونه، عم يتعب شوي، ماني مرتاح، في شوية خدر نمل بإيدي برجلي، أنا ماني طبيعي، ما عم بول كتير، ما عم بعطش، أنا ما عندي أعراض، أنا ما وصل سكري ل 180، بس أنا عم بنأذى، في عندي هون أنا الأوعية الدقيقة عندي عم تنأذى بدون ما أعرف، أوعية العين، أوعية الشبكية، أوعية القلب، أوعية الأعصاب. بقع داكنة على الجلد، طيب شو السبب؟ تصبغات. هلا نحن في عنا إصابات جلدية متنوعة بالسكري، ممكن تقلد أي شيء، ممكن يصير عندي حكة مزمنة عند مريض سكري، معظمهم 80% أنا دائما عندي حكة وخصوصا بعد الحمام، أحيانا ما العلاقة، يعني في آفات جلدية، تغيرات، تصبغات، بقع داكنة، بقع بنية شفافة، أحيانا بقع بيضاء، يعني كلها مرافقة لداء سكري. كلها هي تبدلات جلدية شائعة بالسكري. دكتورة، يعني عدة أمور حكيناها يمكن علمية ودقيقة، خلينا نحكي عن الشغلات اللي العالم هيك بتتداولها بين بعضها بالعلاجات. أكثر شيء اشربوا ورق زيتون، كتروا ملفوف، شغلات يعني كل مرة نحن بنسمع شيء انه هذا منيح للسكري. هلا ممكن انه نشربه نفسيا، انا بقول بس انه كعلاج هو ممكن شوي انه يسر ينشط لي شوي افراز البنكرياس للانسولين. تمام، خلينا نحكي عن هدول. نفضل انه لا، نحن كل هاي الأمور مبعد عنا. أنا طالما تشخصت أنا بنحط بنظام حمية، كل وزن له نظام حمية معينة، بحدد كمية النشويات، ببتعد عن السكاكر المباشرة، الحلو، بحدد كمية الفواكه، بحدد كمية الخبز، العصائر، الكولا، كلها ببعد عنا. أنا ما فيه أني حرمان كامل إلا تقريبا من الحلو، وحقيقة بس تنضبط أرقام السكر، يعني فينا نحن نقله للمريض، لأنه أحيانا بس يصير المريض مضبوط، ممكن بقلب النهار يفوت أحيانا بنوبة نقص سكر، ممكن يشتهي قطعة حلو، قطعة شيء محدد ما فيه الحرمان. بس هو الحقيقة في
خيارات علاجيه، وخصوصي هلا صار عندنا 5-6 انماط مساعده جدا تعتمد على المريض وارقام السكر، يعني ممكن المريض يحتاج حبه واحده، ممكن يحتاج حبتين. انا بهدف بالعلاج في عندي انماط علاجيه متعدده، كنا انسولين او كنا ومشاركات دوائيه، في عندي رقم معين بدي اوصل له. انا هدفي اني انا اضبط المريض بشكل يكون خضاب الجلوكوز 6.5 ما دون. انا المريض بس ضبطته بهالارقام باخر حدوث الاختلاطات، بمنع عنه الاختلاطات، بخليه يعيش حياه طبيعيه. يعني مريض السكري اذا هو مضبوط بيعيش حياه طبيعيه، بدفش اختلاطاتي 20 سنه، يعني ما في داعي لهالخوف وهالذعر من مرض السكري اذا انا كنت انسان متوازن وملتزم وعي. اهم فكره بمرضى ابدا ما بيلتزموا السكري اللي بتحل 3/4 المشكله انه يصدق انه مريض سكري. انا بس صدقت اني انا مريض سكري انحلت مشكلتي، لانه انا تلقائيا رح التزم بالحميه، تلقائيا رح التزم بالدواء. اذا انا غمضت عيوني وقلت ايش وسكري 140 ايه ما بيعمل شيء ما عندي اعراض، الاعراض الارقام هي مؤذيه تستلسل استلالا الى الجسم تاذيني بدون ما احس. فجأة بلاقي حاله بعد 5 سنين نحف فجأة، ضعيف ما عاد قدر يمشي، رجليه عم ينفضوا لحالهم، عم يفيقوا بالليل، عيونه غبشوا، بصير عندي أذية بالشبكية، كله هذا لأنه أنا طنشت الموضوع. في منهم كثير من المرضى عم يطنشوا الموضوع، يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. طناش، إنه هن يعني خلص قلبوا صفحة. نسلط الضوء على هي النقطة، إنه أول شيء إنه حتعيشوا حياتكم طبيعي بعدين يعني حتندموا ندم كبير. نعم، لازم بينما أنت بإمكانك تعيش كل الفترة وأنت شخص متوازن، سكرك مضبوط، حامي حالك من الاختلاطات، إذا التزمت بالعلاج والتزمت الحمية غيرت نمط الحياة. يعني إذا كان في بدانة بخفف وزن بلتزم، يعني إذا كنت مدخن أنا لازم خفف تدخين، التدخين بيزيد احتمال احتشاء العضلة القلبية عدة أضعاف، لأنه طبعا في أذية وعائية نحن تالية للسكري إذا كان غير مضبوط. دكتورة اللي بيعمل حمية وبيقول أنه أنا ما عم بستفيد عليا، ممكن يكون عم يأكل بالسرقة بالليل أو هدول القصص عم يمرق، يعني قديش كمان لازم أنه لا ضبط النفس أنه يندير باله؟ نحن بنعرف عنا بالبيت مرضى سكري ونعرف هدول القصص، انه يعني انه نحن يعني في شغلات مثل ما قلنا نحن بس انا انضبط، بس ينضبط المريض وتصير ارقامي مقبوله، انا بهمني على الريق اوصل لل 100 110 120 ارقام كثير حلوه، بعد الاكل بساعتين انا مع اخذ دواي تحت ال 180، انا شخص مضبوط، انا دافش الاختلاطات لقدام، انا بس اوصل لهالمرحله المضبوطه 100 105 انا كثير منيح. انت تقريبا والمشي، خلينا ناكد على المشي، الرياضه والمشي تغيير نظام الحياه، فهون نحن يعني هون ممكن هذا المريض ها اسمح له بتهريبة مثلا كل كم يوم شقفة، بس انت سكرك 300-400 بدك تعيش تاخذ كل شيء وتاخذ قطر، هي الامور طبعا بترفع السكر بشكل شديد. تغيير نمط الحياة، تغيير نمط الحياة، يعني مثلا نمط الحياة وخامل ما بيمشي ما بيلعب رياضة، المشي نص ساعة 5 أيام بالاسبوع كثير بيحسن المقاومة على الانسولين، بيحسن ارقام السكر، بيمنع الاختلاطات، بيحسن نمط العيوشية، يعني بيحسن الحب الحياة عند المريض. دكتورة يعني كثير بنسمع انه مثلا هذا الشخص زعل ام صار معه مرض السكري، خلينا نسلط الضوء كمان على هالمعلومه. الواحد من الزعل بيجينا كثير مثلا اجته السكري على زعله. تمام. على زعله. هلا الحقيقه انه هذا المريض هو من النمط اللي حكينا عنه اللي سكره هو تحت ال 180 وما عنده اعراض، اجتني هالشده النفسيه رفعت لي السكر فوق ال 180، بلشت عندي الاعراض. تمام. يعني بلشت انا اعطش كثير، بلشت فوت على التواليت بنط من 180 ل 300 وتنتشر الاعراض. المريض ما كان في شيء، صار عنده بعد زعله، هو الحقيقه الزعله أظهرت إنه هو عنده سكري كامل غير يعني مو سببه مثل ما ذكرت شدة نفسية رفعت لي الرقم المخبي أرقام السكر، يعني أنا تحت 180 مثل ما حكينا ما عندي أعراض وما ببين مريض سكري، هو بيتعب شوي بعد الغداء، شوي بشوش عيونه، شوي كذا، شوي بخد رجله، بس هو ما عم يقوم يبول، هو ما عم يطش، إذن هو لاغي فكرة السكري. جتنا هالشدة النفسية رفعته ل 300 فجأة صار عنده سكري، لا ممكن يكون سنتين ثلاثة هو مريض سكري ومو دريان. تمام دكتورة، بنعرف الأعراض عند النساء أعراض مرض السكري بتختلف عند الرجال، خلينا كمان نحكي عن هذا الموضوع. انه اختلاف كامل ما في، الاعراض المشتركه هو التبويل، العطش، الكذا، ممكن يصير عندي التهابات نسائيه عندي خصوصي بالفطريات، يعني ممكن تجيني المريضه انا على العياده النسائيه بامتانات مزمنه متكرره، بيحلل سكر دم بلاقي سكر دم العالي، لانه انا وقت بدخل مرحله الانتانات وخصوصا الفطريه بتعند على العلاج، لانه ارتفاع سكر دم بيأهب لبيئه رطبه، بتصير الفطور تستعمر ونحن الجراثيم بتعند تستعبر، يعني وجود السكري بس ينطرح سكر الدم بالبول بصير عندي بيئه كامله لانتان بولي، الجراثيم تتعايش، عرفتي؟ فاذا
ممكن تكون بشكل مميز عند النساء بانه التهابات نسائيه وفطريه. عند الاثنين قلنا البوال، العطش، صعوبه التئام الجروح، جرحت ايدها ما عاد سكرت، هي عند الاثنين يعني، لانه بصير عندي تباطؤ بانديمال الجروح. نعم، يعني دكتوره بدنا نتشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. يعني دائما سمر هيك مواضيع حساسه، خلينا نقول مثل الامراض الشائعه يلي كثار بنعاني منها، المفروض كان تجاوبين عليها مثل ما جاوبتين عليها اليوم. شكرا كثير، شكرا لكم.